فهي دي الحاجه الوحيده اللي الواحد يعني بتلعب بيها. ان انا كنت بلعب ورجلي في الملعب والدنيا ماشيه بيا في كوره يعني. غير بغض النظر عن مصر انت عارف يعني كان في الفتره دي كان في معسكرات للمنتخب هنا مع برادلي؟ تقريبا كان في اكيد. ما كنتش بتستدعى؟ لا. بالرغم ان انت كنت بتلعب باستمرار وانت الوحيد اللي كنت بتلعب انما ما كانش بيستدعيك للمنتخب. لا لا. ما حاولتش تكلم حد من الجهاز؟ بص يا سيد الموضوع ده ما فيش حاجه اسمها اكلم حد. شغله يعمله وبس. هو شغله. انا لو حد اي لعيب مصري انا بقولها لاي اي مدرب اي لعيب مصري في اي حته لو بيلعب في حاره اسمه لعيب مصري دور الجهاز الفني كامل لمنتخب مصر يشوف ده هينفعه في الفتره دي مش هينفعه عشان لما انت تيجي حضرتك او اي اعلامي او اي حد يساله انت مش عايز اللعيب ده ليه يقدر يرد ويقول ان انا مش عايز اللعيب ده عشان 1 2 3 4 مستواه مش كويس مش فت مش هيفيدني الفتره دي يقدر يرد لكن ما ينفعش تيجي تقول اذا كان انت مدرب منتخب مصر او 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 اي حاجه او مدرب في اي حته ما تقدرش تيجي تقول دلوقتي انا ما اعرفش حاجه عنه المشكله عندك انت يبقى مش عندي انا عندي الجهاز الفني بالظبط انا مش هروح لعيب انا لعيب كوره بلعب كوره بس مش مشكلتي بقى انا انت لو مطالب مني ما بتفرجش على ماتشات تكلمني تقول يا شاوي فين ماتشاتك اقول لك اتفضل انا هبعتها لك كمان لو انت مش عايز تتفرج لا اتفضل اتفضل اهي شاوي طب انا عايز اشوفك طب هاتني في المعسكر وشفت لا ما حصلش في الفتره بتاعت الاغاني لا ما حصلش بالرغم ان انت كنت متواجد في الملعب والمدير الفني للمنتخب العراقي كان عايز يضمك بالظبط دي كانت غريبه شويه طيب خلصت فتره العراق كان جالك عروض بقى للانتقال وانت في العراق من انديه من انديه في العراق من انديه برضه في العراق لان برضه انا بقول لك اخلص السيزون هناك في العراق شهر 9 فبرضه انت هنا برضه ترانسفير كله خلاص مفيش طب والحاله الامنيه هناك كانت مؤثره على في مشاكل كتير هناك اكيد طبعا انا كان نفسيا برضه متاثر انا ما بخرجش من الاوتيل يعني انا بس التمرين ارجع الاوتيل بتاعي ماتش ارجع الاوتيل بتاعي ما بعملش اي حاجه ثانيه خالص ما بخرجش بره الاوتيل فدي برضه مؤثره عليا اكيد في حتى يعني انا حتى ممكن وانا رايح التمرين ممكن احصل اي حاجه انت مش ضامن اي حاجه فدي برضه كانت مع ان الحمد لله يعني الفتره كنت قاعد فيها كان لحد ما مش زي دلوقتي انت لو كنت موجود بقى كانت داعش روايتك فهي بقول لك الفتره كلها كانت يعني كان فيها حاجات كتير بس انا قلت بلعب مصر كلها واقفه ما حدش بيلعب انا بلعب وكيل اعمالك كان بيدور لك على العروض بره مصر حاجات تانية والله بص يا وائل انا مش مع وكيل اعمال يعني محدد انت في حاجه اوكي انا موجود انت عارف انا فين لكن مفيش خلاص يعني مش بدور يعني مش مع حد معين بتكلم يلا شوف 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 لا هي بتيجي كده معايا حلو خلصت فتره العراق وابتدى الدوري المصري يعود مره اخرى والعجله ابتدت تمشي هل في انديه مصريه كلمتك عشان ترجع عليها؟ تقريبا كان في بس مش فاكر مين بالظبط بس برضه كنت مخلص متاخر برضه ما كانش ينفع كنت ممكن استنى لشهر واحد بس انا كان في حاجه في ايدي موجوده قلت هضمنها برضه اللي هي ماليزيا ماليزيا جت ماليزيا فقلت خلاص يعني خلص في ماليزيا وانا كان ايه تاني غير ماليزيا ولا ماليزيا بس هو اللي كان العرض اللي كان موجود عندك هي برضه خلاص يعني انا بقيت في حته بتاعت حته اسيا ومش يعني خلاص انا بقيت فيها انت خلاص خدت على وبعدين وبعدين انت في ماليزيا مثلا بيتعاقدوا معاك من شهر 12 من قبل شهر واحد يعني خلاص شهر واحد بيبدا الدوري فشهر 12 موجود هنا ما فيش اي حته في الدنيا ممكن تلعب فيها غير كده فخلاص جالي ماليزيا خلاص وبرقم كويس يعني حاجه ترضيني الحمد لله وبرده ببص لحته ثانيه خالص ان انا برده متواجد في الملعب وبلعب وبرده اسمي لعيب مصري بره مصر وبلعب يعني احنا بنعرض اهو طبعا ده بعض الاهداف ليك واللقطات المهمه في مشوارك النادي اسمه ايه؟ كلانتون ده موقعه ايه او الترتيب ده ترتيبه يعني هو من 3 4 انديه اللي فوق المفروض يعني السنة اللي أنا قبل ما أجي فيها كانوا واخدين كأس ودوري اللي قبلها كانوا واخدين كأس ودوري وكأس تاني لو ما كانش في كأس لا أنت مش اللي أنا افتكرتك أبو شعر ده معلش فلا في نادي كبير هناك وليه جمهور يعني الملعب كل ماتش أنا شايف في جمهور وفي ملعب كويس أنا يعني الملاعب أنا حاسس إن هي كويسة أنا كنت بصراحة ما كنتش أتخيل كده قبل ما أروح ما كنتش أعرف أنت رايح على حاجة برضه مش عارف حاجة ولكن هناك أنا لقيت دوري عارف من أول يوم لآخر يوم هيخلص إمتى منظم جدا الملاعب كلها كويسه ده يعني ممكن ده ملعبي ده ممكن يكون من اوحش ملاعب على فكره لا هو ملعبكم بس الاستاد فول يعني ملاعب كل ماتش كده واوضه لبس نظيفه وحاجات لا كل حاجه نظيفه كل حاجه تمام بلد مش كبيره فالملعب كله كل ماتش بيبقى فول يعني